صباح الخير يا طبيب بتاع الفني، صباح شركة وينزر بلوكر. أنا مالكو كريم مجدي، يوم 20 يونيو 2022، ونتكلم مع بعض في الفيديو بتاعنا عن اليورو مقابل الدولار الأمريكي. اليورو مقابل الدولار الأمريكي طبعا سجل أداء سلبي يوم الجمعة الماضية، ولكن من بداية اليوم النهاردة بيحاول العودة للأداء الإيجابي مرة أخرى، وكان التأثير الأكبر يوم الجمعة الماضية بعد تأكيدات الرئيس الأمريكي جو بيدن على تنزيل معدلات التضخم المرتفعة أولوية قصوى بالنسبة لإدارته، داعمة بشدة قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة الأمريكية واستكمال سياسات التجديد النقدي. كما استبعد بيدن خلال تصريحات حدوث ركود اقتصادي امريكي خلال الفتره المقبله، قائلا بانه على الرغم من ان الشعب الامريكي محبط للغايه بسبب الاوضاع الاقتصاديه بعد ازمه كورونا وارتفاع اسعار البنزين وبعض السلع الاخرى بقوه مؤخرا، وهو ما يعصب بميزانيات الاسر، الا ان ركود الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه ليس حتميا. دي كانت اهم التصريحات والاخبار اللي اثرت على الدوج يوم الجمعه الماضيه والتاريخ. هننتقل مع بعض ونشوف الشارت توقعاتنا ليه على مدار دي. زي ما واضح معنا ان زوج اليورو بيعود مره اخرى للاداء الايجابي على مستوى كل المؤشرات، وعودته على نقطه المحوريه 495 ودعمها طبعا بشكل كبير. اداء ايجابي على الاي ام اي، على السعر، على الفلات ترند، تقاطع المتوسطات السعر الاعلى، ثبات السعر اعلاهم، ولذلك نتوقع طبعا استمرارا للاتجاه الصاعد، ولكن مش شرط كسر ال 540 وراها 610 وراها 670. مره تانية كسر ال 540 وراها 610 وراها 670. السيناريو الاخر معاك استحق بكسر 460 وراها 400 فلات علشان يروح لل 355. وبكده اعزائي المتابعين نكون وصلنا لنهايه الفيديو، وبتمنى لكم اكيد يوم تداول امن، وبشكركم على حسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.